السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سانتا جامعة طنطا، وفي الحقيقة الحلقة دي هنتكلم عن بداية 2022. الواحد كان نايم والله. في كل سنة معودينكم ان احنا بنقدم حلقة عن السنة الجديدة، وبنتكلم فيها وبنقول هدايا وبنتلقى مكالمات منكم وبنوزع هدايا. مع السنة دي هتبقى مختلفة شوية، هنكلمكم شوية عن الحب. موضوع حلقتنا النهاردة عن الحب. قبل ما تلقى مكالماتكم نتكلم شوية عن الحب. الحب يا جدعان هو أكلان في القلب لا يمكن هرشه، ولو جيت تهرشه هيعورك، فما تهرش. والسنة دي مش عارف طالعين لي في بتاع، والسنين اللي فاتت كده كله منتظر stay with me، stay with أمك ابن الجزمة منك له. stay with me ايه ده؟ انت وراك فاينل وهيطلع ميتين أهلك وهديك بالعصاية فوق دماغك بس ما اجيلك بالليل. يعني ايه stay with me؟ وكل واحدة تقول لك لازم ان العلاقة متبادلة، اقول لك باي تقول لي هاي، ولو عملت لها طلب تقول لك مسيطرة وبتاع، وتقول لك ايد واحدة ما بتسقفش، لازم العلاقة تبقى متكافئة. ايد واحدة اهي اهي، ايد واحدة بتسقف اهي. عايزين ترتبطوا وتعملوا علاقات وتبقوا شبه عشان تحلقوا شعرك في الاخر ولا ايه؟ تبقى قاعد معاها تحس قاعد مع سوكة العبيطة، يقول لك كيفي كده واللي اقوله همشيه، ومشيته لها تقول لك مسيطرة. والله انا بحي الراجل بتاع الواد بتاع سوستة ده، عمل علاقته مع بطاي شيماء وخاربها، زهق منها تقعد تبقبق، زهق منها يذبحها واكلها، وهو استفاد بحاجه. انتوا تستفاد منكم بايه؟ ساعه الخساره بتاخدوا الهدايا وتمشوا، وانا اللي بيطلع اروح اهلي في الاخر عايز انساها عم سانتا، وعايز اطلع ميتين امي عم سانتا كانت كلها وعليكم على عمكم سانتا ده. انا جايب لكم بتاع مخصوص. انا اهو سنتها تاني. العلاقات اللي ما عادش الحب بتاع زمان، بقى كله دماغه في حاجات تانية. اصل انت هتصاحبي اليومين دول هو عايز يصاحبك عشان حاجة، وانت مصاحبها عشان حاجة تانية خالص، وبيطلع على دماغ اهلي في الاخر. وتلاقي البؤساء بتوع هندسة جايين عايزين يرتبط. ترتبط ايه يا حبيبي؟ هو انت ارتبط بدراستك الاول؟ ده انت بيطلع روح اهلك ارتبط. انت عندك وقت اصلا؟ اهو عندك وقت، دي انت قاعد عليها طول الوقت تقول لي عايزين نرتبط ونتلقى مكالماتكم. ومعانا اول مكالمه. ازيك يا فؤاد؟ اتفضل. ازيك يا فؤاد يا حبيبي؟ اتفضل. ازيك يا عم سنت؟ الله يسلمك يا حبيبي. عايزين نشوفك يا عم سنت. عايز تشوفني ايه يا ابني؟ انا لا ارى بالعين المجرده، انا لون احمر. طب انا كنت عايز منك طلب. اطلب يا حبيب قلبي. انت مكلمني مش عشان تحكي لي مشكلتك، انت عايز مني طلب. انا عايز انا بوزع. ماشي هبقى اجي لك. حاضر. عايز ايه؟ انا عايز واحده بنت حلال جسمها ابن حرام. عايز واحدة من تحلال جسمها ابن حرام؟ كان القرد نفع نفسه يا ابن العبيط. كان القرد ده انا سنجل باس بقالي 2000 سنة من ايام الفراعنة قرايبكو، وانا سنجل باس. طب اسمعني بس، نبع عم سانتا حقق لي الطلب ده ومش عايز منك حاجة تاني. يا عم افصل اقفل اقفل على فؤاد يا صاحبي. اقفل على فؤاد. في الزرار هنا اقفل على فؤاد. ومعنا تاني مكالمة. محمد السمنوري يا صاحبي. ازيك يا محمد؟ عرف بنفسك يا محمد. انا اسمي محمد السمنوري، طالب في كلية هندسة عم سانتا. في هندسة ومكلمني ليه؟ ايوه انت هندسة اصلا. هندسة اتصل عليها ليه اصلا؟ ما علينا. احكي لك قصة كده وتقول لي رأيك. هتحكي لي قصة واقول لك رأيك. ماشي كمل. في بنت معانا كده في هندسة قابلة الدفعة كلها. يا ابني عندكم، وانتوا عندكم بنات اصلا في الكلية؟ انت بتقول ايه؟ كانت معديه اخبط فيها. بعد ما خبطت فيها؟ لا انا ما خبطتش فيها، كانت عايزه تعدي. لا ده انت هي بتعدي، عايز تعدي، عايزه تعديك اصلا ما خبطتش فيه. قالت لي لو سمحت عديني. قالت لك لو سمحت عديني. ده معناه ان هي بتحبني صح؟ مش معنى اختارتني انا وقالت لي عديني. نقيتك ايه يا ابني؟ احنا بننقي خيار يعني؟ عشان قالت لك عديني بتحب؟ عايزني انا عايزه تحلل لي كلامها كلمه. عايزني احلل لك الكلام؟ قالت لك لو سمحت يا باشمهندس عديني. لو سمحت. واقول الحاجة، نبتدي بكلمة باشمهندس. انا اخش لك في النص على طول. باشمهندس لما بتقال لك في كلية هندسة عارف انها تريقة سكة ودغري. غير كده يعني هي عادي، الكلام عادي. بتقول لك لو سمحت عدينا مش مهندس. ايه نقيتك من نص؟ ما انت اللي سدد الطريق يا ابني. ما انت لو في طريق تاني ما كانتش عبرت اهلك. اقفل يا ابني اقفل، ده انتم تقرفوا. المصريين دول يقرفوا. ما تخليش حد من هندسة تاني يرن علي. اي حد لقيت في الباب بتاعه هندسة ما تخلوش يرن. تمام. هنتكلم شويه عن الناس اللي بتطلب مني هدايا ونرجع للمكالمات تاني.
المصريين مش عارف في ايه بيطلبوا مني حاجات غريبة. واحد طالب مني بيقول لي واحدة تقرب لي وعايز اشتريها بكاسر. بكاسر ايه يا ابني؟ قام راح لي ايه هو قصده على البوكس، بيقول عليه بكاسر، بيقول لي عايزك تجيب لها بوكسين، فقام قال لي هات لها بوكسرين. في المصريين يعني مش عارفين ينطقهم ولا عارفين يعملهم. انا هبطل الشغلانة اصلا، انا حلقت دقني البيضة اهي عشان خاطر المصريين والله. كمان شوية هحلق شعري وهلبس اخضر بعد كده. واحد تاني بيقول لي انا عايز عصير مانجا، عايز عصير مانجا، انا فانوس احلامك، انا ما تطلب حاجة عدل، تطلب حاجة تطلب انت وهو. ونرجع لمكالماتكو تاني ونقول الو. اتفضل يا ميار. ازيك يا عم سانتا؟ لو سمحت كنت عايز احكي لك قصتي كده وتقول لي ايه رايك. ماشي احكي لي قصة. انا كنت مرتبطه بواحد وجايبه له هديه، تمام. انت مرتبطه بواحد وكنت جايبه له هديه، زعلنا مع بعض، تمام، وزعلتوا مع بعض، بعت له صاحبتي وبعت له صاحبتك كده. ثاني يوم لقيت صاحبتي جايبه الهديه اللي انا مديها له. تاني يوم لقيت صاحبتك معاه الهديه اللي انت مديها له. لا كده انت ركبت الصاروخة يا ميار، كده انت ركبت الصاروخة. اعمل لك ايه؟ انا اروح اجيبها اجيب لك الهدية يعني، ولا اروح اعمل ايه؟ ما تقولوا كلام يتعقل يا جدعان. بص احنا انا كده اتقفلت من المصريين ومن الحلقة، وانا احرمت من اللي انا لابسه ده. وكل سنة وانتم طيبين، وعام سعيد عليكم، وعود عليكم الايام بخير، وانتم مع بعض لا فاقدين ولا مفقودين، وتبطلوا فاعة مرارة اهلي بلا ستي ويز مي بلا كيفي كده، وتحلق الناس تحلق شعرها وبطه. وفي الاخر انتوا كلكم على الكوتشي، مش هنتكلم كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.